اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وسلامه يا رب. اليوم ان شاء الله غنشوفوا مع بعضياتنا واحد الطرطه ديال التفاح. كيف ما كتشوفوا المقادير ديالها يعني ما كثيرهش بزاف، وكتكون لذيذه بطبيعه الحال وسريعه ودغيا تتوجد، وكيف ما كنقولوا ديال الضياف الغفله، وكتكون لذيذه لذيذه جدا. كيف ما كتعرفوا التفاح يعني كينسم لنا الطرطات. بسم الله على بركه الله، عندنا هنا ثلاثه ديال التفاحات. اي نوع ديال التفاح عندكم؟ انا خديت غير ثلاثه كيف ما شفتوا. غادي نشوف واش هاد الطرطه غتهز لي على حسب المول. كاين المول اللي تيهز ثلاثه، كاين اللي كيهز اكثر، وكاين اللي كيهز قل. المهم نتوما وكيف ما نتوما والجهد ديالكم في التفاح، يعني ديروا جوج ديروا حتى ثلاثه. هنا كيف ما كتشوفوا كاس العنبه، الكاس العنبه اللي القياس ديالو او المقياس ديالو 160 مللتر. كيف ما كتشوفوا عندي فيه هنايا الماء، عندي كاس الا الربع ديال الماء، عندي كاس الا الربع ديال الزيت او كاس الا ربع ديال الزيت، وعندي هنا نصف كاس ديال سكر سنيده او سكر حبيبات. يعني نفس القياس ديال الكاس كناخذوا الماء وزيت، ممكن الماء نعوضه بعصير البرتقال، ممكن بالحليب، ممكن حتى باللبن اللي هو اللبن الحامض اللي كاع المغاربه راه تيعرفوه، ماشي اللبن اللي تيقولوا الاخوان العرب اللي هو الحليب. الحليب بوحديته، اللبن هو اللي تيكون محمض اللي تستخرجوه من بعد ما كينخذوا اللبن، الحليب البلدي ديال البقره تيروبوه، من بعد تينخذوه تيخرجوا اللبن، ومن بعد اللبن تيخرجوا حتى الزبده منه. فهذاك الحليب اللي تيبقى هكاك حامض محمض ممكن حتى هو تستعملوه في الكيك، كيجي رائع حتى هو في الكيكات. نكملوا المقادير ديالنا. عندنا كاس، نص كاس ديال السكر سنيده، عندي هنا جوج كؤوس نفس القياس، جوج كؤوس ديال الدقيق، ممكن نوصلوا هنا حتى لجوج ونص ديال الدقيق على حسب الدقيق اللي دائما كنقول لكم انا الكيك كيبقى على حسب الدقيق، يعني ممكن ندخلوا جوج كيسان، ممكن نوصلوا جوج وربع، ممكن نوصلوا حتى لجوج ونص. عندي هنا جوج بيضات، وعندي هنا كيس ديال السكر ديال كيس ديال الخميره الحلويات اللي الفئه ديالو او الوزن ديالو 8 غرام، وعندي هنا جوج كؤوس بنكهه زهره البرتقال كيف ما تتشوفوا، تعطي واحد النسمه هائله لهاد الطرطه ديال التفاح. كيس واحد غادي نديرو في العجين، وكيس واحد ان شاء الله غادي نديرو مع التفاح. وعندي هنايا قبصه ديال الملح. بسم الله على بركه الله، نبداو في تحضير العجين ديالنا. كيف ما شفتوا اخواتي، من بعد ما درت البيض كندير واحد شويه ديال الملحه، غير شويه كيف ما شفتوا، راس معلقه هكا غير باش تهرس لينا ديك الحلاوه. غادي نضيفوا سكر سنيده اللي هو نصف كاس، تقريبا واحد جوج معالق كبار او ثلاثه المعالق. كنضيفوا هنا واحد الكيس ديال زهره البرتقال، منسم بزهره البرتقال. كنضيفوا هاد الزيت اللي عندنا حتى هو، وكنضيفوا الماء. كيف ما قلت لكم الماء ممكن تعوضوه بالحليب، ممكن تعوضوه بعصير البرتقال. هنا من بعد ما خدمت المقادير اللي عندي كيف ما شفتوا اولا السوائل اللي عندي، فكيف ما كتشوفوا هنا عندي دوك جوج كؤوس ديال الدقيق، غنضيف لهم كيس ديال خميره الحلويات صافي. وغنبدا نضيف فيه، ضروري الدقيق ديالكم يكون مغربل كيف ما كتشوفوا، انا هاد الدقيق ما مغربلش، فانا غادي نستعمل الصفاي هكا، غنبقى نضيف وانا كنخلط، يعني كما كنقولوا نضيف القياس في نفس الوقت كنغربل وانا تنطرب غير بالطراب اليدوي كيف ما شفتوا. صافي نضيفو غير بشويه بشويه ونخلطو حتى ندخلو هاد جوج كؤوس اللي عندنا. صافي هذا هو الكيك ديالنا كما شفتوا، كيجي ثقيل هكا باش كيقدر دوك كما كنقولوا الاجزاء اولا المرصوات اللي غادي نحطوهم ديال التفاح يبقاو لينا في السطح، ما يهبطوش لينا في الكيك. صافي غادي نجيب دابا ان شاء الله القالب ونصب فيه العجين ديالي. كيف ما كتشوفوا هنا خديت هذا الشكل ديال هذا القالب، ودهنته بالزبده ورشيته بالسميده الرقيقه. كيف ما دائما تنقول لكم انا تنفضل ندير السميد الرقيقه اولا الفينو
كنديرش الفورص في باش كندهن به القوالب ديال الكيك. صافي كنصبوا هاد العجين، صافي وكنمشيوها في القالب. راه هاد غير بوحديتها كتمشي في القالب غير هكا، صافي وكتمشي لينا في القالب باش تاخد لينا الشكل ديالو. صافي هذه هي الكيك ديالنا. دابا ان شاء الله غادي نقشروا التفاح ديالنا ان شاء الله باش غنزينوا به القالب ديالنا. كيف ما كتشوفوا كنقشروا التفاح ديالنا وكنقطعوه هكانيه نصف دوائر. الا كان التفاح عندكم تيكحل اخواتي ممكن ديروا له الحامض. صافي وكتقطعوه هكا بهذا السمك. صافي انا غنقطع التفاح ديالي ان شاء الله ونزين به العجين. من بعد كنجيبو التفاح وكنقادوه هنا في هذا الطبق ديالنا اولا في القالب ديالنا كيف ما شفتوا. نحاولوا نمشيو مع القالب كما قلت لكم. الا بغيتوا ديروا غير جوج تفاحات ممكن ديروهم هكا مباعدين شويه على بعضياتهم. انا غنديرهم هكا مقاربين على بعضياتهم. انا كيعجبني التفاح هكا يكون في 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 الكيك باين مزيان. صافي انا غادي نمشي هكا على التزيين ديال القالب ديالي. ونعاود نقطع هاد التفاح اللي باقي ليا ونضيفه لهنا ان شاء الله. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال التورته ديالتنا. دابا ان شاء الله انا عندي هنا القرفه، واللي ما تيبغيش القرفه ممكن ما يضيفهاش، ولكن راه كتعطي واحد النسمه هائله لهاد التورته. كنزينوا بها الوجه ديال التفاح كتجي رائعه في التفاح. صافي وغادي نضيفوا ان شاء الله هاد الكيس او هاد السكر المنسم بنكهه زهره البرتقال. نديروه هنا في الوجه باش كيعطينا داك كيعسل لينا الوجه وكيعطينا واحد اللذة رائعة لهاد التفاح. صافي شنو غادي ندير دابا؟ غادي ندخل التورتة ديالتي او القالب ديالي للفرن. انا الفرن سخنتو على 180 درجة، غنعطوها النار غير من التحت، ما نعطوهاش النار من الوجه من الوجه ديال الحلوى، لا نديرو النار غير من التحت حتى طيب لينا ويبانوا لينا الجوانب هنايا كما كنقولوا ديال العجين انهم طابوا والعجين ديالنا قصاحت وبدات في الاحمرار ديالها. حنا كناخذوا واحد العويد وتندخلوه هكا في في الجوانب ديال التفاح. الا طلع لينا ناشف صافي كنحمروا ليها الوجه ديالها غير باش نعسلوا ليها هاد التفاح من الوجه ديالو. صافي راه دغيا تطيب ما تاخذش لينا وقت بزاف. كيف ما كتشوفوا اخواتي من بعد ما خرجت التورته ديالي من الفرن كيف ما شفتوا الجوانب ديالها كيتحمروا لينا هكانيه. صافي كنعطوها النار من الوجه مازال سخونه. انا خرجتها دابا مازال سخونه وغندهن ليها الوجه ديالها بالناباج كيف ما شفتوا. اللي ما بغاتش اخواتي تدهن ليها الوجه ديالها بالناباج ممكن تدهنوا بالكونفيتير اولا ممكن تخليه غير هكاك. انا غنعطيه ديك اللمعه في الوجه ديالو، فانا غندير الناباج كيف ما شفتوا وهو سخونه التورته باش الناباج يقدر يمشي لينا فيها، باش كنعطو هذيك اللمعه على الوجه ديالها.
صافي كيف ما شفتوا، وهذه هي الطرطه ديالنا او الشكل ديالها النهائي اخواتي، وكتجي لذيذه بداك التفاح خصوصا مع القرفه مع داك السكر اللي منسم بنكهه كما نقولوا البرتقال. صافي غنخلوها حتى تبرد لينا تماما ان شاء الله، عاد باش نبداو في التناول ديالها او نقطعوا منها اجزاء او مرصوات مع كاس ديال العصير هكا. ممكن نقدموها للضيوف كيف ما شفتوا، فهي زوينه وشكل ديالها زوين وعاطي العين، وممكن نقدموها حتى لينا حنا ولوليداتنا علاش لا. صافي هذا هو الشكل ديال الطرطه ديالنا اخواتي كيف ما شفتوا، مع ديك القرفه في الوجه فهي عطات ديك الحموريه هكاك. صافي اخواتي نخليها حتى تبرد ان شاء الله، ونقطع لكم مورسو باش تشوفوها. كيف ما كتشوفوا هنا الكيك ديالنا قلبناه في هذا، سهل انه كيتقلب، شوفوا الشكل ديالو كي كيمشي. صافي كنحطوا الطبق ديال التقديم وكنديروه على الوجه ديالو اللي فيه التفاح كيف ما كتشوفوا. وهذه هي الطرطه ديالتنا اخواتي، شوفوا ما شاء الله الشكل ديالها كيفاش جا، جات رائعه هكا. بسم الله على بركه الله، نقطعوا واحد المورسو كيف ما كتشوفوا اخواتي. هذا هو الشكل ديال الطرطه ديالتنا، كتجي رائعه ما شاء الله، ودوك قطع التفاح في الجوانب كي كيبانوا. كيف ما تتشوفوا اخواتي، وهذه هي الطرطه ديالنا اخواتي كيف ما شفتوا، سريعه ما فيهاش بزاف ديال القوام، ما فيهاش بزاف ديال المقادير، دغيا وجداد، وكتجي لذيذه صدقوني، كتجي هائله حتى في المذاق. نتمنى اخواتي من الطرطه ديال اليوم انها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، والا عجبتكم اخواتي ما تنساوناش ملي لايك ولي بارطاج والتعاليق بطبيعه الحال. وخليت لكم الراحه اخواتي وفي امان الله، وفيديو قادم ان شاء الله في شيوه من شيوات ام حمزه.